وتعدوا العدة، لأن عدوكم قريب منكم في سرت، يقوم الآن بالمناورات، وسرق مئة أموال، ما سرق مئات، آخرها قلنا تزييف العملة، وقبلها تجير الأموال في المصارف، مصرف ليبيا يحول له في الأموال في المصارف في المنطقة الشرقية لحفتر، هو كلها يلمها ويسحبها ويعملهم في صكوك بعد ما ياخذ هذه الأموال، وتبقى هذه الصكوك ما عندهاش أرصدة، ما عندهاش لها أرصدة، ديون يتحملها فيما بعد المصرف المركزي كما فعل في السابق. والآن المصرف المركزي ونفسه صرح هناك مليارات مجهولة الجهة التي اختفت عندها. والله الحقيقة ليست مجهولة، هو يعرفها والناس كلهم يعرفونها. هذه المليارات سرقت، سرق حفتر وأولاده وحولت إليهم من هذا التحويل، ما هو قانوني ومنه ما هو غير قانوني. فالجهة التي تأخذ الأموال معروفة، والأموال التي يأخذها وباع كل شيء، باع حتى الخردة وسرقوا كل شيء، لماذا؟ لأنهم يعدون لهذه المعركة، يشترون المرتزقة بذلك ويشترون السلاح، رأيتم الدبابات الجديدة، هم يعدون أنفسهم بأموالنا التي يسرقونها من خزائننا، ونحن لم نرى بعد شيئا له بال. فالحذر الحذر، خذوا حذركم، خذوا حذركم فانفروا، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، لا يعني تتركوا أنفسكم لقمة سائغة في أيدي أعدائكم، بل لابد أن تكونوا متيقظين. وهذا قتال هو في معركة، هي جزء من معركة غزة. ما يريد حفتر بكم هو من جملة المعركة الأم، معركة الصهاينة في فلسطين، من ورائها الصهاينة ومن ورائها الأمريكان، فلا بد أن تقفوا في وجوههم بكل قوة، ومن قاتلهم صابرا محتسبا فإنه ينال الشهادة بإذن الله.